وعلى طول بقى نبدأ معاكم أول خبر معانا باهتمام الدولة بالرياضة المصرية. وفي الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كرم عدد كبير من أبطال مصر المتفوقين عالميا واللي حققوا كمان بطولات عالمية في الفترة اللي فاتت. الرئيس كرم أبطال العالم في الإسكواش والكاراتيه وكمان أبطالنا من ذوي الإعاقة الفكرية مع المنتخب الأولمبي واللي كمان قدر أنه يتأهل للأولمبياد اللي جاية. أكيد طبعا حاجة مشرفة جدا وبيكون كمان فخر لأي رياضي أنه يتكرم من أعلى سلطة في البلد. وكمان بنشكر السيد الرئيس على التكريم ده واللي بقى من الثوابت في الدولة المصرية إن بقى اللي بيجتهد وكمان بيرفع اسم مصر عالي بيتم تكريمه وكمان منحه وسام الجمهورية نظرا لمجهوده والإنجاز اللي حققه. والحمد لله هنا بقى في برنامجنا كان لينا يعني النظرة إن احنا يعني نستضيف نجوم كتير من اللعيبة اللي الرئيس كرمهم وكمان كان عندنا بعد نظر وقدرنا إن احنا نسلط الضوء على إنجازهم. وكان منهم مثلا على سبيل المثال مصطفى عسل ده كان بطل العالم في الإسكواش وكمان طه طارق بطل العالم في الكاراتيه والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري لذوي الإعاقة الذهنية. طبعا ألف مليون مبروك ليكم وكمان منتظرين منكم المزيد من البطولات وكمان الميداليات في الفترة المقبلة.